بالمناسبة أيضا نبه أن كثير من الناس لا يسمي الله عز وجل على القهوة والشاي، ولا يفكر أعطي الفنجان ما يقول بسم الله، صح؟ كثير من الناس ولا يقول بسم الله، مع أن هذا أمر خطير، لأن أمرنا أن نذكر اسم الله على الطعام والشراب، وأيضا الشيطان يأكل ويشرب يشارك من لا يذكر اسم الله، ويفوت الأجر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلته فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. يعني أنت فنجان القهوة لا تستحقره، هذه نعمة من الله، قلت بسم الله وقلت الحمد لله فيرضى الله عنك، يعني أيضا يكرمك يطعمك ويسقيك. فإذا تأدت بأدب الإسلام سميت الله وحمدت الله فإن الله يرضى عنك. لا إله إلا الله، كم كرم الله على عباده. فأوصي نفسي وإياكم لا تستهين بأمر التسمية ها والحمد لله حتى على القهوة والشاي. بسم الله والحمد لله، إذا انتهيت. نعم.